بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سنشرح هذه الشبه الرتبة اللي قلنا هي أغونوماسيتاليس، أو ما سميناها بالقيوط أو الغزو الفطرية العقيمة، اللي قلنا هي لا تكون أي نوع من أنواع الأبواغ اللاجنسية أو أجنسية. طيب ماذا تضم هذه الشبه؟ هذه الشبه الرتبة اللي هي سميناها أغونوماسيتاليس تضم مجموعة فطريات ناقصة لا تحتوي أو لا تكون أي نوع من وحدات تكاثر الجنسية أو الجنسية، لذلك سميت عقيمة. أحيانا نسميها الخيوط أو الغزو الفطرية العقيمة. تضم 30 شبه جنس، 400 شبه نوع، وهي مجموعة غير متجانسة. يا شباب، إحنا قلنا قبل قليل بأنه الفطريات الناقصة هي عبارة عن تصنيف اصطناعي، لأنها تضم أجناس وأنا متشابهة فقط في بعض الصفات لكنها مختلفة في الحقيقة. طيب إذن مجموعة اللي تعود للأغونوماسيتاليس هي مجموعة فطرية غير متجانسة، عبارة عن خيوط فطرية لها مايسيليوم مقسم ولا ترتبط بأي رابطة، ولا يعرف لها أي شكل من أشكال الأبواغ سواء كانت جنسية أو لازمة، ولكنها فقط تتكاثر بطريقة إيش؟ تفتت أو تجزؤ المايسيليوم أولا، ثم تكوين الأجسام الحجرية ثانيا، واللي يعتبر هي في الأغلب العلماء يظنون أن هي الوحيدة، الطريقة الوحيدة تكوين الأجسام الحجرية هي الطريقة الوحيدة لتكاثر هذه الفطريات. الأجسام الحجرية معروف أنها تتحمل طروبية غير ملائمة، عندما تعود ستنبت هذه الأجسام الحجرية لتكوين بوتيبات وتعيد دورة الحياة. طيب ما هي الأشباه؟ أشباه الأجناس اللي هو شكل جنس أو شبه جنس، أولهم سيكون سكلوروشيوم، يتطفل عن نباتات ذات الأهمية الاقتصادية، تتكاثر معظم الأنواع بتكوين الأجسام الحجرية سكلوروشيا، وهذه الأجسام ستكون على شكل كرات سوداء، يمكن أن تبقى في التربة لحدود 10 سنوات. هذا أي شبه جنس؟ هذا سكلوروشيوم. طيب هذا هو شكل الجسم الحجري لشبه الجنس سكلوروشيوم. إذا أخذنا شبه الجنس اللي هو رايزوكتوليا، وهذا تعني قاتل الجذور، أهم أنواعي رايزوكتوليا سولاني، هذه سبب القشرة السوداء على البطاطا بلاك سكروب أو بوتيتا، وهو مرض خطير يصيب الدرنات، وتتميز خيوطه بأنها مقسمة بأعداد كبيرة من الخلايا الصغيرة. هذا الشكل الطبيعي لخيوط الفطر رايزوكتوليا سولاني. الآن يجي الليشن. ما هي الليشن؟ إحنا أخذنا ضمن طرق معيش الفطريات أكو طريقة سميناها التكافلية والتعايشية سيمبيوتيك. هذه الليشن هي تمثل عبارة عن أوضح الصور للعلاقة التعايشية ما بين الفطريات والطحالب، ومعروف أنه علاقة ودية يتم تبادل المنفعة بين الكائنين الحيين. الفطر سيكون في الأسفل لأنه حتى يكون قريب من سطح الأرض ليتمكن من امتصاص ماء والأملاح المعدنية، والطحالب سيكون في الأعلى ليتمكن من إنجاز أو القيام بعملية البناء الضوئي، ويتم تبادل المنفعة. الطحلب يجهز الفطر بالمادة الكربوهيدراتية، والفطر يجهز الطحلب بالماء والأملاح. طيب هذا الشكل، هذا الشكل تبولي، هذا شكل مفصل، هذه طبقة من فطرية اللي هي سميناها سيدا برانكيميا اللي هو نسيج فطري كاذب، وهذا كذلك، لكن هي هذه الخيوط الفطرية، وهذه هي خلايا الطحلب، هذه خلايا الطحلب اللي تعطيني اللون الأخضر. طبعا الليشن تأخذ لونها من لون الطحلب المتعايش مع الفطر الكيسي أو الباسيدي. طيب هذا الشكل واضح تماما، وتلاحظون أنه كيفية هذه الخيوط الفطرية تحيط بهذا اللون الأخضر يمثل الطحلب، وتلاحظون هذه خيوط الفطرية ويعلوها الطحلب يتمكن من القيام بعملية التركيب الضوئي. بما تتميز الشينات؟ تتميز بأنها بس تبول، تتحمل الجفاف والبرودة، لا تستطيع بقية الكائنات تحمل مثل هذه الظروف. طيب النقطة الأخرى، تتحمل الجفاف بسرعة، وفي الظروف الجافة توقف عملية البناء. من تكون الظروف جافة تتوقف عملية البناء، هاي النقطة الأولى. كيف تحمل نفسها من الضوء؟ تبقى كاملة حتى تعود الظروف بيئة المناسبة. ماذا لها أيضا من القدرات الأخرى؟ تمتص الماء بسرعة عند سقوط الأمطار لأنها تتشرب بالماء بسرعة. إذا الميزة الأولى تحمل جفاف البرودة، عند الجفاف تتوقف عملية التركيب الضوء، عند الضوء تبقى كاملة، عند سقوط الأمطار تمتص الماء بسرعة عالية. أنواعها قد تكون قشرية أو ورقية أو ثمرية، وأحيانا تكون خيطية أو حرشفية. القشرية هي تأخذ شكل قشور على الصخور والأرض، الورقية تشبه شكل أوراق وتشبه النباتات العشبية، الثمرية تبدو في صورة ذات جسم كثير التفرع. وعدنا نوعين أخرين اللي هما الخيطية والحرشفية. أهميتها بس انتبهوا لي،
أولا مصدر المواد الكيميائية للعطور للأدوية العقاقية. النقطة الثانية، وهذا نقطة مهمة، هي تعمل على توازن نظامي، ثم تعمل على زيادة خصوبة التربة لأنها تفتح الصخور بواسطة الإنزيمات. ولكن تبهولي هاي النقطة، تستخدم غذاء للإنسان وبعض الحيوانات، والأهم منها تستخدم الكشف عن التلوث البيئي لأنها حساسة لإيش؟ لـ SO2 ثاني أكسيد الكبريت. أيضا تستخدم على الكشف مدى التلوث الإشعاعي. يا شباب، تستخدم الكشف عن مدى التلوث الإشعاعي بعد التجارب النووية عن اليورانيوم المشع. طيب، تعمل أيضا نستفيد منها في إنتاج المركبات الطبية اللي تستخدم سواء في علاج الأورام أو في أمراض أخرى. وعدنا قسم منها يستخدم كبهارات، وهذه معروفة في الوطن العربي، لتعطي نكهة طيبة للغذاء. ما هي أضرارها؟ هذا نمو الأشينات على النموات الحديثة والفروع رأس الشجرة سيسبب لها الضعف العام، نقطة أولى. يأثر على المنتوج الأشجار لأنها تمنع تبادل الغازات بين الأنسجة والمحيط الخارجي. أول ضرر، نموها على الأشجار يسبب لها ضعف ويسبب قلة منتوج. ثاني ضرر، تحجب الشمس والهواء على الأشجار وتؤوي الحشرات، وبنفس الوقت هي ظروف بيئية مناسبة لنمو الفطريات. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.